دكتور مصطفى يحيى طبعا غني عن التعريف، استشاري الامراض الجلديه والتناسليه وخبره كبيره جدا في الكيوتانيوس مايكولوجي، وهو ان شاء الله هيبقى يعني دينامو والعصب المحرك للاكاديميه الكيوتانيوس مايكولوجي، اللي هي زي ما دكتور مصطفى بيعلن في الجلسه الافتتاحيه تبقى احدى شعب الجمعيه الطبيه الجمعيه المصريه للامراض الجلديه والتناسليه. without further delay اتفضلي بيه. شكرا يا دكتور احمد، وبشكر استاذي دكتور مصطفى على الدعوه، وبشكر الدكتور احمد والدكتور طارق على التواجد المايكولوجي في الساحه، يعني لان الحقيقه هو محتاج انه يكون موجود، بس ان شاء الله بقى اللي جاي يعني. ولما دكتور احمد الحقيقه كلمني وقال لي على اختار موضوع، الحقيقه لقيت ان التينيا كابيتس ده من الموضوعات اللي احنا كلنا بنشوفها في العياده الخارجيه، عمرها ما اتمنعت، عمرها ما بقت قليله، على طول موجودة. هو احنا بنشخص الفانجل انفكشن بنعتمد على ايه؟ عندنا حاجتين مهمين قوي، السايت والشيب. والسايت ده هو الاسهل، لان انا بقول سكالب ليجن كابيتس، اكزيلا اكزيلاريز. الفيس بنقول في الادلت ميل فاشياي، في الفيميل والشيلدرن بقول سوري في الادلت ميل باربي، في الفيميل والتشيلدرن بنقول فاشياي. كوربوريس في الجليبرس سكين، في الكرورا اريا بنبقى تينيا كرورز. يعني انا في السايت ما عنديش مشكله خالص، سهله جدا. الشيب بقى هو المشكله، يعني انا لما باجي اشوف في الشيب كده بلاقي ان الفانجل انفكشن دي داخله بكل تفاصيلها في كل انواع الديفرنشال دياجنوزز، زي ما هنشوف كده حتى في السكالب هنشوف ديفرنشال دياجنوز كتير قوي. التينيا كابيتس اول حاجه يعني هي فانجل انفكشن او سوبرفيشال فانجل انفكشن اوف السكالب. طيب بتيجي منين؟ يا اما من انفكشن هيومن، يا اما من انيمالز، يا اما من استخدام للايدل كومبوننت بتاعت البيت اللي احنا بنبقى موجودين فيه لو في عندنا سورس للانفكشن. والسكول ايبيديميك طبعا والمينيماي. ايبيديميك ار اولسو كومن. كلينيكالي عندنا نوعين، نون انفلاماتوري اند انفلاماتوري تايب. السكيلي النون انفلاماتوري سكيلي تايب والبلاك دوت تايب. الانفلاماتوري كيريون اند فيفرز اللي احنا بنشوفهم والكومن معانا في الاريا، زي ما هنشوف الحالات الكلينيكال اللي جايه. قبلها هنشوف ديفرنشال دياجنوزز، هنلاقي في الديفرنشال دياجنوزز للسكيلي سكالب عندنا سورايسيس، تينيا كابيتس، سيبوريك درماتايتس، ديسكويد ال اي، بي ار بي، كونتاكت درماتايتس، بيديكيلوزس، وايت بيادرا. كل دول لازم وانا بفكر في التينيا كابيتس لازم يبقوا كل الحاجات دي في بالي ما انساهاش، لان السكيلي سكالب ده موضوع كبير جدا وهي من اهم الموضوعات اللي موجوده فيه. طب انا هشخص التينيا كابيتس ازاي؟ اول حاجه عندي الكيو اتش. الكيو اتش 20% بناخد سكرابنج من الليجن بتاعنا، وبعد كده بنشوف السبورز، ودي مينلي بتكون هي اللي بنشوفها في السكالب، مينلي سبورز، نادرا ما بنشوف هايفي. طيب ايه الوسيله الثانيه لان انا اشخص تينيا كابيتس؟ الدرموسكوب. وسهل قوي ان انا الاقي عندي في الدرموسكوب الكوما شيب، المارس كود، الكورس سكرو، كل الحاجات دي موجوده في الايه؟ في الديرموسكوب. واحنا لما كنا في الحوض المرصود الحقيقه كانت من اميز الحاجات ان وحده الفطريات جنب وحده الديرموسكوب، فلو هم في حاجه ما شافوهاش بيبعتوها لي انا اعمل لها سكرابنج، او انا لو في حاجه ما شفتهاش ببعتها عندهم هم ايه؟ يشخصوها. صوره الديرموسكوب دي بتاعت صوره ولد من اللي هنشوفهم في الكلينيكال. طيب انا ما عنديش يعني عندي وسيله ثالثه او عندي كلتشر. احنا بنزرع على سابارو ديكستروز اجار ميديا. سابارو ديكستروز اجار ميديا. في هنا الميديا بيبقى معاها
1C او دبل سي، ودي المهمه قوي اللي مش موجوده في المعامل، ما بيعرفوهاش، بيبعتوا لنا نتائج كده والنتيجه مش مفهومه لان هو مش زارع صح. الدبل سي يعني يبقى الميديا فيها كلورامفينيكول وسايكلو هيكساميد، ودي اللي بنستخدمها في حالات التانيه كبيتس، ودي مهمه جدا. ما ينفعش ازرع على سبارو من غير ما يكون فيها سايكلو هيكساميد. طب هو احنا بنعزل ايه في حاله التانيه كبيتس؟ حاجات المهمة جدا نعزلها في التينيا كابيتس، عندنا المايكروسبورم كينس، المينتاجروفايت، الفيوليشيوم زي اللي في الصورة دي، الترايكفايتون بوروكوزم، آخر حاجة الشوين لاي. الشوين لاي الحقيقة بقت قليلة قوي، يجي حد من اللي بيقرأ في التكست هيبص لي كده يا دكتور مصطفى لا لا التكست كاتب إن التونسرانز والأدويني هم المور كومن عندهم، وده اللي مهم قوي عندنا إن نبقى عارفين إن في حاجة اسمها جيوغرافيكال ديستريبيوشن. الحقيقة أنا قعدت 15 سنة في الكويت وعزلت الفيوليشيوم من 2 مصريين لأنها فعلا هي أكتر حاجة موجودة عندنا هنا وبتطلع يعني من المزارع المهمة قوي بنزرعها، يعني الفيوليشيوم متوطنة عندنا إحنا كتير قوي. يعني أنا لما عزلتها من 2 مصريين كنا في الكويت، إنما في فترة 15 سنة كان معظم اللي بيتعزل هناك كان كينس ومنتاجروفايت. كده شخصنا بالطريقه بتاعتنا، هنشوف الكلينيكال كيسز. الكلينيكال كيسز اول حاجه السكيلي تايب اللي احنا قلنا النون انفلاماتوري، اول حاجه السكيلي تايب. البيشنت ده لو حضراتكم شايفين، انا مش عارف اللي ده شايف بيشاور ده كده ولا الولد ده من المحلة. انا هقول لكم على كل بيشنت جالي كان جاي منين. ده كان جاي بسيفير سكيلي سكالب متشخص سورايسس، اول ما عملنا له سكرابنج طلع هايلي بوزيتيف، والصوره بتاعت الديرموسكوب اللي كانت موجوده دي اللي عملها دكتور احمد صادق بتاعت الولد ده. طيب ليه الولد ده كان هايلي بوزيتيف كده؟ كان اندر استيرويد ثيرابي، لان كان فيه فاميلي هيستوري ان والدته سورايتك فبيتعالج على انه سورايسس، فبالتالي زي ما حضراتكم شايفين. لكن الحمد لله بعد العلاج اهو، يعني العلاج ده بعد اسبوعين، وعلى فكره انا عندي لكل حاله من الحالات اللي بتشوفوها دول اكتر من 50 صوره، بس احنا طبعا ملتزما بالوقت اللي احنا فيه ما عندناش مجال ان احنا نجيب الصور كلها. مصطفى بعد اذنك، حضرتك استنيت قد ايه عشان تعمل كلتشر بعد ما وقفت التريتمنت بتاع السورايسس؟ يعني ما عملتش كلتشر الحقيقه، ما كانش عندنا كلتشر في الحوض المرصود مع الاسف، يعني ودي من الحاجات اللي لغايه دلوقتي مش موجوده. البنت دي من الشرقيه، وعلى فكره انا ما بصورهاش بظهرها كده قاصد، هي البنت مش عايزه لا تبص لي ولا تكلمني، كان بقى لها 3 شهور عماله تلف في بحري من دكتور لمستشفى لهنا لهنا. وبعدين الحقيقه يعني اول ما جت لنا في الحوض المرصود اهي ادي صوره، وكنت مصورها بعد ما شعرها طلع وبتضحك ومبسوطه، بس مع الاسف اللي جت في الباك بتاع الصوره الممرضه، فقالت لي لو سمحت دكتور مصطفى ما تطلعنيش في صور يعني، ما تحطنيش على نت مش عارف ايه. فطبعا احتراما للمبدا دون ما حطيتش الايه الصوره، انما دي بعد بالظبط 3 اسابيع من العلاج. العلاج شهر ونص، احنا لسه هنتكلم عن العلاج. البنت دي من بني سويف، كانت هي واخوها، اخوها كان كيون وهي كانت سكيلي تايب، وزي ما انتم شايفين كده برضو الحمد لله بعد 3 اسابيع. انا كل الحالات دي كنت بدلها معاد، عندنا كارت متابعه الفولو اب بكارت المتابعه ده 3 اسابيع وبعدين بايه بترجع. زي ما انتم شايفين الحمد لله الفولو اب بتاعهم اهو، النتيجه باينه ان الهير حصل ريجروس. طب هو انا بشخص السكيلي ازاي ده؟ لما بلاقي سكيلي ليجن بلاقي عندي 3 كرايتيريا مهمه قوي في الهير. لوس اوف هير معاه ايزلي ديتكتابل هير، امسك الشعرايه ما شدهاش تطلع في ايدي، شعرايه من قبل ما شدها تطلع. لوس اوف لاسترنس، اللمعه اللي موجوده في الهير، هو خد الكيوتيكلز بتاعت الهير ضربها وبالتالي بتلاقي الهير بقى بالشكل ده. ده بالنسبه لحالات الايه السكيلي تايب. شايفين حاله الكيريون دي، البنت دي عندها 4 سنين،
كم من الديرتنس هنا اهو وال يعني والانفكشن شايفين عامل ازاي. البنت دي خدت معايا 4 شهور. الصوره دي بالظبط تقريبا بعد اللي هي تاني صوره اللي هي ديورنج دي خدت بالظبط يعني يمكن حوالي 1.5 شهر على ما بدا يبقى فيه سكن باين قدامي. وطبعا في الكلام بتاع التريتمنت هي هيحصل سيكاتريشا الوبيشا ولا ما بيحصلش؟ لا في الكيريون ما بيحصلش سيكاتريشا الوبيشا. وادي البنت الحمد لله بعد ما شعرها طلع وتحسنت خالص وبقت كويسه وشعرها ده كبر بقى كويس. الولد ده من الفيوم. شايفين كم الباص والانفكشن اللي موجوده. وبعدين الناس بقى مع الاسف مجرد ما بتحصل الانفكشن بيبتدوا ما يغسلوش دماغ العيل، حتى لما بيحطوا الكريمات او العلاج بيحطوا فوق بعضه، فبالتالي بتوصل للمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. برضو الحمد لله بدأنا العلاج. عندنا كان في حاجة اسمها كارت المتابعة في وحدة الفطريات. الكارت ده مهم جدا. بعد العلاج هو زي ما احنا شايفين الناس بتيجي بتاخد الكارت، بتاخد الجرعة بتاعتها، بتاخد العلاج، كل حاجة موجودة. بدأ الهيرة هو طلع وبقى موجود ايه الهيرة. طب احنا بنعالج الكيون وال الكيريون والسكيلي علاجهم واحد. الفرق ان في الكيريون انا بزود انتي بيوتيك بتبدا من 2 لـ3 أسابيع. تريتمنت اوف تينيا كابيتس جريزوفالفين. انا عارف هتقولوا لي جريزوفالفين مش موجود، هو التريتمنت جريزوفالفين وملوش بديل. زي ما سمعنا كده ان في علاج ملوش بديل، هو برضو الجريزوفالفين ملوش بديل في حالات التينيا كابيتس ملوش بديل، وهو ابروفد بالاف دي اي. جريزوفالفين the more effective in the treatment mycosporum than trichophyton. No alternative for جريزوفالفين. ما فيش بديل. وما ينفعش أنا أجيب كبسولات وأدي أطفال عندها 2 سنين وأقول احسب الجرعة إزاي والكلام ده كله، مع الأسف أنا مش مقتنع بيه ومش هعمله. والتربنافين، التربنافين ما بيعالجش التينيا كابيتس لأن الترايكوفايتون روبرام اللي هو أصلاً أنشئ علشانها مش موجودة في الهيري إيريا. الهيري اريا ما فيهاش روبرام خالص. الروبرام ده ما بيكونش غير يا في النيل يا اما في الايه في السول او في الثنيا بيدس. الحالات دي كلها جت لنا في الوحده، وكل حالاتي دي مش انا مش حالات من وحده فطريات الحوض المرصود، مش مني انا، ما مش هنا كنت بجايب الحالات دي من عندي، دي من مستشفى الحوض المرصود. كل الحالات دي جت لي الوحده وهي واخده روشتات بعلاج other than جريزوفالفي، والنتيجة كانت من أسوأ ما يمكن. وصلوا لنا عشان كده. ولما نقلناهم على الجريزوفالفين وبروتوكول العلاج اللي احنا كنا مخصصينه للحالات ده، هي الحالات دي الحمد لله زي ما شفتوا كده اتحسنت. انا جبت امثلة للحالات بيفور وافتر وجورينج، انما مش كل الحالات طبعا اقدر اجيبها. المسج اللي عايز اقولها لحضراتكم عشان انا بيتخانقوا معايا على صفحات صفحات الميكولوجي في فكره البديل، مفيش بديل، انت مش مسؤول عن البديل. البديل ده حضرتك لما اذا كنت هتتحمل نتائجه وتتحمل مسؤوليته اتحملها، انت حر. انما انا بقول لك علاجه كذا، العلاج جريزوفالفين، وجريزوفالفين هو اللي بيعالج. الاهل بقى تكتبه لهم. وهقول لكم على حاجه بسيطه حصلت معايا. جات لي مريضة ولما لقتني عمالة أكد عليها جريزوفالفين جريزوفالفين، قالت أنت شكلك قابض يعني. لما جات لي بعد 3 أسابيع يعني فأول ما دخلت قالت لي يا دكتور سامحني. قلت لها سامحك ليه؟ قالت لي أنا أصلي لما أنت فضلت تقول لي الدواء دون الدواء دون وفضلت تتكلم عنه افتكرتك إن أنت قابض عليه، رحت لقيت الدواء ب7 جنيه. oldest one safest more effective most effective cheapest. دواء ب7 جنيه، هاخد منها ايه انا بال7 جنيه دي؟ فعرفت انها غلطت. انا قلت لها كده، قلت لها لو ما لقيتيش الدواء روحي خديه من الحوض المرصود. هي مع حسن حظها يعني وعشان ربنا ينصفني انا لقيته في صيدليه في بولاق الدكرو. فلما اشتريته وعرفت انه دواء رخيص لكن عالج بنتها، جت اول حاجه قالتها انا اسفه يا دكتور. فانا لما بقول ان جريزوفالفين هو العلاج الوحيد للتينيا كابيتس، انا مش ضد اي دواء تاني، لكن الدواء الكبسوله اللي انت بتقول عليها اتراكونازول
100 مللي جرام وده البديل؟ لا مش بديل. الإتراكونازول مش هتعرف تحسب الدوز مع المستوى اللي احنا عايشين فيه مع الناس اللي احنا معاهم. الناس غلابة، هقول لها تحسب الدوز ازاي؟ يا هياخد سب دوز يا هيبقى اوفر دوز، ودي غلط ودي غلط. ثانك يو. شكرا جزيلا لحضرتك بيه. هو تعقيبا بس، احنا انا متفق مع حضرتك تماما بالنسبه للجريزو فالفين، بس احنا للاسف مشكله حاليا ان هو فعلا مش متوفر في اي حته خالص ولا حتى عندنا في المستشفى. فاحنا كرنتلي بنستخدم التربنافين 250 125 و62 ونص كمان، بنحتاج مدة اطول من 2 ل 4 اسابيع زياده على الكورس. النتائج مش زي جريزو فالفين، بس ده احسن اللي قادرين عليه دلوقتي وربنا يفرجها ان شاء الله. وانا دكتور احمد الحقيقه يعني انا بتكلم من منطلق ان انا لما بعزل من السكالب ما بعزلش روبرم، وبالتالي انا لما بعالج يعني بقول لحضرتك ان هو بيشتغل على الماكس فورم اكتر، لان مينلي حالات التينيا كابيتس كلها تقريبا بنسبه كبيره جدا كلها زوفيليك. يعني الروبرم الحقيقه مش موجود، لكن المشكله هنا ان برضو كلمه ايه، هو المريض هو في عندنا كلينيكال كيور ومايكولوجيكال كيور. المريض هنا لا بيبقى حصل المايكولوجيكال كيور ولا الكلينيكال كيور، بيبقى بنين ويبقى الريكورنس كمان مع الاذر اذر يزان كريزو فالفين بيبقى فيري كومن، يجي يقول لك تتحسن وبعدين رجعت. فانا يعني انا مش لاقي، انا نفسي اعرف اوصل لمين عشان نحل الموضوع ده. للاسف مش عارفين له حل حاليا، ربنا يسهل ان شاء الله. يعني انا بتمنى والله دكتور احمد، يعني انا لدرجه اني وصلت للاعلام، بس طبعا الاعلام كان عنده شعر المطربه اهم ومش عارف مين اهم ومين اهم. صدقني قالوا لي كده، انا ما بهزرش والله، انا وصلت المستوى من الاعلاميين، لكن كانوا عاوزين بقى مني اجيب لهم شهادات دوكيومنت باللي انا بقوله، ان هم يسالونا فين الدواء. دواء مصري، دواء مصري ازاي مصطفى؟ هو في دوكيومنت اكتر من الحالات اللي حضرتك عقلتها؟ يعني خد سلايد واحده من دول بس مش اكتر. والله يعني والله ما حدش سمع كلامي وما ردوش، مع ان انا عارف اوصل للاعلام ازاي، بس حتى الاعلام خذلني. كتر خيرك يا مصطفى، كتر خيرك، شكرا جزيلا.